هو احنا لازم نعدي الجسر ده يا مارشال؟ طبعا يا راجل لازم، هو ممكن يكون بيتهز شوية لكن احنا المفروض ما نخافش، مش كده ولا ايه؟ واضح ان الجسر بيتهز جامد قوي، خلي بالك يا مارشال، ما تخافش انا قدها وقدود. اه يا خبر ابيض، ايه اللي بيحصل ده؟ مارشال ايه اللي حصل؟ انت كويس؟ خشبت الجسر بس اتكسرت وانا وقعت، لكن مش هقدر استنى كده فترة طويلة، اتصل بيهم يقولنا فورا. حاضر هعمل كده فورا. يا شباب واضح ان مارشال ورابل محتاجين مساعدتنا، يلا بينا. كاي احنا محتاجين الخطاف بتاعك، خديني دلوقتي للمكان اللي فيه مارشال. علم يا رايدر وجاري التنفيذ. تمام يا سكاي، هنا مناسب جدا. رايدر من فضلك بسرعة، الفرع مش هيستحملني اكتر من كده. ما تخافش يا مارشال، انا جاي لك فورا اهو، انا مسكت الخطاف. يلا يا سكاي خديني دلوقتي عنده. تقريبا وصلنا خلاص يا رايدر، بالراحة خالص اهو. اديني وصلت يا مارشال، خليك واثق فيا، انا همسك ايدك وبعد كده سكاي هتسحبنا لمكان امن. يا خبر يا رايدر، الفرع وقع بعد ما انت مسحتني بالظبط، الحمد لله. انا بنزلكم دلوقتي يا شباب، خلوا بالكم. ادينا بننزل على الارض اهو يا مارشال، ما تخافش خلاص. شكرا بجد يا رايدر، انا كنت خايف جدا، انا مش عارف ازاي مشيت على الجسر اللي بيتهز ده. مفيش داعي لشكر يا مارشال خالص، الجسر فعلا بيتهز وشكله قديم. الحمد لله على السلامة يا مارشال، كويس انك بخير، المرة الجاية هبقى اسمع كلامك يا رابل. فكرة غبية جدا اللي انا عملتها دي، انا اسف بجد يا رابل، انا اسف يا رايدر. اهم حاجة في الموضوع يا مارشال انك انت طلعت منها سليم وبخير، والحمد لله مفيش حد بيتعلم ببلاش. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، هتلاقي هنا فيديوهات تانية كتيرة لو حابب تشوف تاني. ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو ده واشترك في قناتنا علشان يوصلك اي فيديو جديد.